أهلا مشاهديني ومرحبا أصدقائي المتابعين. اليوم راح نتكلم عن نبات الألوكاسيا وأنواعها. عندي الألوكاسيا إذن الفيل، يمكن مشهورة عند الكل، أشوف في اليوتيوب اللي من الدول العربية، يعني ما شاء الله عندهم بحجام وكثافة وحاطينها بالخارج، وجميلة عندهم ونموها ممتاز وكل شيء. بالنسبة لي أنا طبعا، لأن أنا نباتاتي كلها داخلية في البيت، نباتاتي كلها بالصالة، تعتمد على إضاءة البيت، على جو البيت البارد الناشف علشان التكييف، فمخليتها عندي بالداخلي. أوكي، جميلة حلوة، أوراقها كبيرة وجميلة. أنا هذه للأمانة يعني هذا صار لها 3 سنين عندي. بتقولوا لي بس هذا الحجم؟ راح اقول لكم الحمد لله ان هي وصلت هالحجم، لان هذه كانت كبيره، مبين من الساق مالها ايش كثر هي كانت كبيره، وكانوا ثنتين بالحوض. طبعا شدت حيلها معاي، طلعت اوراق وايد، وبعدين وكانت كبيره تقريبا 1.5 متر، والاوراق ملوتها دائما طوال طوال طوال، يعني الساق طويل وبعدين له رجل، الساق طويل وبعدين له رجل. بعدين فجأة قامت، يمكن أكيد يعني ما كنت أعرف لها، مو نفس خبرتي الحين، صار خطأ بالسقي، صار خطأ بالمكان، صار خطأ بالتربة، فتعبت تعبت، قطت كل أوراقها الثانية، الساق الثاني مات نهائي، وهي جذورة تمت عندي هذه بس ساق. ولما فحصته لقيته أنه هو حي مو ميت، فحافظت عليه تقريبا سنة أصدقائي، سنة مجرد ساق، حتى ما في جذور ما في أوراق، خليته في الماي فترة طويلة وأشيك عليه أشيك عليه ماكو شيء، لين الحمد لله لما ضفت عليها المعلومة اللي صارت عندي اللي هي البوتس، لما حطيت معاها يعني قص جديد من البوتس حطيته على طول معاها في الماي، طلعت لي في البداية طلعت لي بوز صغير، وبعدين ما شاء الله الأوراق قاموا ينطلقون وبهذا الحجم. يعني شوف هذه أكبر واحدة، وهذه اللي من تحتها الحمد لله، ونشوفها أنا حاطتها في التربة مالتي اللي كلها بيرلايت حتى نشوف الجذور واضحة بالحوض، حوض بلاستيك شفاف مبينة الجذور، مبينة كل شيء، التربة ناشفة تماما قبل السقي، وهي حين لشنها شاطرة قاعدة أعطيها كل ما تطلع ورقة أعطيها مغذي، إذا تموا على نفس العدد بس ماي موعد السقي اللي هو لما تنشف التربة تماما، وأنا عندي تنشف التربة تماما بعد شهر، فكل أول الشهر أسقيها تكون تربتها ناشفة تماما، ونشوف ما شاء الله الجمال كله. هذه ألوكاسيا إذن الفيل الجميلة عندي، لأنها كبيرة وجميلة وخرتها، تكلمت عنها أول واحدة ووخرتها عن الطريق. الحين خلونا نتكلم عن أنواع الثانية. صديقاتي أصدقائي، كلنا نعرف أن أي نوع من النباتات فيه له مجموعة كبيرة، يختلفون من الشكل، من شكل الورقة، من النمو، من الحجم، من التبرقش، من الألوان، راح يكونون أي نوع من النباتات راح يكون في مجموعة كبيرة، من ضمنهم أنواع مختلفة من الألوكاسيا. أنا وريتكم أول واحدة هي إذن الفيل، لكن الحين أنا عندي ألوكاسيا أنواع ثانية. ألوكاسيا شكلها كذي، هذه ثاني مرة أجربها. طبعا دائما يصير عندي انا انهم يتمون فتره منتعشين وحلوين وجميلين، وبعدين يطيحون يموتون. لما سالت ودورت جوجل وغيره وكذي، يقولون انهم يدشون في مرحله سبات، ينامون، فاحنا مو محتاجين حق نباتات تنام عندنا في البيت. يعني بعدين انا راح يكون عندي شكل مجرد انه حوض فاضي، تتخيلون يعني كذي ليوم متى، يعني راح يكون عندي بس حوض فاضي، ف
فهذه المشكلة اللي دائما أواجهها مع الألوكاسيا، من ضمنهم الكبيرة اللي وريتكم إياها. عندي هني بعد ألوكاسيا، نشوف هذه ميزتها بالساق، نشوف شلون صاير، والورق مالها ضعيف وهي ضعيفة، وراح أقول لكم شنو المشكلة اللي واجهتها مع الألوكاسيا. ورقت جديدة تتبطل، لكن نشوف القدم شلون شكلهم تعبانين. يعني الألوكاسيا أنا ما أشوفها من النباتات السهلة في عند في رعايتي لها في البيت. عندي ألوكاسيا بعد، أنا أوريكم هذه جميلة. هذه كانت عندي واحدة، كنت حطتها بهذا المكان تحت هذا البنفسجي، كانت واصلة للرف، يعني كانت هي بالرف هذا اللي تحت، كانت واصلة لفوق، مادة وجميلة وأوراقها بكثافة عالية وكل شيء، وكانوا ثنتين يم بعض واستانست عليهم. الكل يقول لي، عيالي كل يقولوا لي شنو هذه يما، شكلها فضائي، ايش هاللون، ايش هالجمال. احفادي يجون يركضون يقولون شنو هاللون، شنو هذا الشيء. سنة ونص يمكن وانا مستانسة عليها وبجمالها، وطلع هذا مال مال النمو، هذا اللي يطلع كذي اللي طويل، يطلع فيها وقصه وطلع اوراق وشقاله، يعني ممتازه. لين يا ذاك اليوم مثل ما قلت لكم اصدقائي، وقطت كل اوراقها، قطت كل اوراقها بمنى، ورقه ثانيه ما قاعد يطلع نمو، بس ان الاوراق هي اللي قاعده تطيح. هذا نوع من الالوكاسيا، ما شاء الله ورقتها كبيره، وهذيلا من تحت جميلين حلوين من انواع الالوكاسيا. وطبعا لما ننسى البولي، البولي ما شريتها لان على كثر ما اشتري واجرب فيها ماكو ما تنفع. في الحين هذه موجوده، وفي اللي لونها اسود، ايه اللي لونها اسود، زرعتها مع البنجمينه فما اقدر اجيبها، نفسها بالضبط لكن ورقها لونها اسود جميله، قمت وطلعتها وزرعتها في التربه مع البنجمينة، لأن البنجمينة حوضها كبير فحطيتها وياهم. اللي يصير معاي أصدقائي إن بعد فترة من النمو، من الوناس ومن الازدهار ومن كل شيء جميل، يطيحون كل الأوراق مثل ما قلت لكم. وشنو السبب؟ السبب هو الشبك أو الشيء الخام اللي يلفونه داير مدار الجذور، انا اسميه الشبك القاتل. سويت عنه اكثر من فيديو ووضحت لكم اياه شنو هو، وقمت الاقيه بوايد من نباتات للاسف الاقيه بوقت متاخر، انه خلاص النبته قاعده تطيح، قاعده تقط، انتهت. وغير ان هي اصلا يعني موسميه، تنام تجيلها وقت هذا، فهذا يساعدها انها تنام اكثر وسرع عليها النوم، واحنا راح نشوف مجرد حوض فاضي بدون اي شيء. راح يبقى عندنا حوض بهذا الشكل، تتخيلون؟ يعني انا حاطه هني اكثر من الوكاسيا، وعقب الازدهار والوناسه بعدين يصيرون بس كذي احواض فاضيه. هل هذا شكل حلو؟ يعني هم اسمهم نباتات منزليه، بنباتات زينة. هذا مو زينة يعني، خاصة انه بعد شكل الحوض يعني. يعني ليش؟ يعني على كل هالجمال هذا ودش بسبات نم. اوكي مثلا هي دشت بسبات وهذا، ليش حاطين لها الشبك؟ اللي يعني يخلي الموضوع لازم نقطها بعدين. فأنا شنو سويت قبل لا أصور هالفيديو؟ أمس أمس استنفرت على كل الألوكاسيا اللي عندي كلهم، بمعنى كلمة كلهم، نزلتهم لأن شفت بهذه، شفت هذه، هذا مو حوضها طبعا، هذا الحوض مالي. من شريتها حتى إذا تذكرون بالفيديو قلت لكم واضح، شوفوا كان فيها هذا الشاش أو الشبك أو الخام اللي موجود على الجذور، فقلت انا راح اسبق الموضوع وراح اخلي انه على الاقل خد تعيش عندي سنتين
بعد الازدهار والجمال كله خلت تعيش سنتين وبعدين اذا هي اختارت ان هي تدش بسبات وهذا ما يخالف، اكون انا استمتعت بشكلها مده سنتين بدون هذا الشبك القاتل. يمكن اخواتي واخواني يمكن ما تعرفون شنو هو الشبك، راح احط لكم صوره هنا، هذه الصوره مكرره مالت الفيديو الاساسي اللي لقيت فيه اغلب النباتات، مو بس الالوكاسيا، في وايد نباتات القى هذا الشيء موجود داخل يسبب لهم عمر مؤقت، يعني يخليها تعيش سنه، تخليها تعيش سنتين تكبر هذا، وبعدين فجأة النبتة بدون، يعني احنا عيشناها سنة ونص، خلاص عرفنا السقي، عرفنا التربة، عرفنا الجو البيت، هيئناها وعاشت، هيئنا لها الجو اللي يناسبها وعاشت عندنا. يعني عقب سنة طبعا انا ما راح اغير شيء عليها، نفسها عرفت هي شلون تشرب، عرفت هي شنو تحب، عرفت كل شيء، قمت اسقيها مغذي، قمت احط لها، بس عرفت مكانها وانا عرفت لها وعاشت عندي سنة. عقب السنة شنو ممكن يتغير؟ انا طبعا ما راح اجازف ان انا اغير لها اي شيء، خلاص هي عرفت لي وانا عرفت لها، عقب السنة كله يطيح، يعني يطلع الغلط مو من عندي صح؟ فالغلط يطلع ان هذا الشبك موجود داخل، هذا ورقة يدني قاعد تتبطل، الغلط يطلع ان فيها شبك قاتل، هذا خارج عن ارادتنا. فانا شنو سويت؟ قلت دامنا هذه لقيت فيها الشبك القاتل، من شريتها من المشتل وكان موجود وواضح وشفته، وكان هما ثنتين بالحوض، قلت يلا اوكي بس راح انطر تربتك تنشف وراح ابطل عنك الحوض. فسحبتها طبعا من حوضها وبطلت التربة، طبعا تربتهم اللي هي طينية المتماسكة السوداء اللي ما فيها ولا شيء، بتموس يمكن اسمها، متماسكة طينية ما تنشف، تاخذ لها شهر ونص على ما تنشف، حتى اذا نشف سطح التربة راح تكون من تحت طين، فهذه التربة اللي اكثر المحلات يستعملونها لان تكون هي منتقلة لهم من ديرة لديرة، يبونها متماسكة بالتربة محافظين على رطوبة الجذور ان عشان تنتقل وعشان توصل عشان ينقلونها من المينا للمخزن، من المخزن للمحل، من المحل على من هم يسطرونها عندهم بالمعرض، يكونون حاطين لها تراب البتموس اللي هو طيني متماسك ما في شيء علشان توصل لنا بهذا الشكل. طيب احنا ناخذها، انا اشوف هذه نصيحة اخواتي اخواني، اللي ياخذ لنا نبتة خذ تنشف عنده، اول ما تاخذونها للبيت خلوها تنشف تماما، مو بس اول 3 سنتي للاخير، خذ تنشف ليه تحت تشوف من تحت انها ناشفة، اللي هي حتى سهلة ان هي تطلع من حوضها هالكثر ناشفة. ديك الساعة اصدقائي صديقاتي متابعيني ومشاهديني بطلوها من التربة، تربة المحل ما انصح فيها، نباتات معينة ممكن تتعايش مع تربة المحل، مو كلهم يعني الأغلبية ما تنفع وياهم. فنفتحها من عقب نشفانها، من عقب ما أخذناها من المحل ونشفناها نشفان تام، نطرناها 2-3-5-6 أسابيع على ما انشفت ننطر، ما ورانا شيء دام انها هي قاعدة وشكلها ممتاز، عندها إضاءة، عندها تهوية، عندها كل شيء، وعندها احنا نمسحها وهذا، راح تعيش لين تنشف التربة تماما. نفتح التربة نحط لها التربة مالتنا اللي احنا نسويها، حتى التربة مالتها اذا ما نبي نجيب تربة جديدة وهذا ما يخالف، التربة اللي مالتها هي نزيدها بيرلايت، نخلي نسبتها عالية البيرلايت مثل ما انتم شايفين، نحط لها بيرلايت وايد ونردها مرة ثانية. طبعا هم لانهم ثنتين فسويتهم حوضين وهذا هي، وان شاء الله هي الحين راح تعيش وهذا، وكاهي يعني صار لها يومين بس هذه قاعده تتبطل ولونها حلو وجميل، وان شاء الله ان هي تتاقلم في التربه الجديده اللي انا اعتمد عليها حق كل نباتاتي، وان شاء الله تكون مزدهره. نشوف بعد اصدقائي، خلينا نتكلم عن هذه، انا هذه الحين انا ادري ان هي الألوكاسيا بس أي نوع ما أدري، عقب ما قطت كل الأوراق نشوفها، لغاية الحين هذا موجود وأنا محافظة على السقي اللي هو عندنا شوفان
عندنا شوفان التربة التام، راح اسقيها وهي بهذا الشكل، ومقرب حاطتها تحت صوب الإضاءة. تشوفون الليت، هي قريبة من الليت، قريبة هي من الليت، هذا هو اللي تشوفونه. فمخليتها قريبة كذي، ومخليتها بهذا الشكل، ومحافظة على السقي، وإن شاء الله تطلع، لأن أنا جربت من قبل أن هي تطلع، وإن شاء الله تشد وترجع زينة. هذه الإنقاذ مال اللي بقى من نفس هذا اللي كانت عندي مدة سنة ونص. لقيت أن القلب حي مو ميت، شلته، نظفته من جذوره، نظفته من كل شيء، نظفته من التربة، حطيته بسباق نماس وخليته بمكان صغير، وخليته بحوض التجدير اللي تحت هناك هو مال الإنقاذ وكله، وخليته لين شدت وطلعت، وطلعت لي ورقة الحمد لله. لكن يوم شفت انها صارت قوية وجميلة، قمت نقلتها حق تربة ومع حوض صغير، وحافظت على الرطوبة بهذا الشكل، خليتها كذي فترة لين هي قامت تكبر شوية. وهذا بعدين قلت انا لازم اهيئها انها هي تعيش نفس هذيلة يعني في البيت عندي. قمت فتحت لها فتحات من هني، وخليتها تقريبا 10 ايام، وداء من اليوم راح اخليها تقعد بهذا الشكل مع النباتات هني، وطبعا بحوض ديكور، وبخليها تعيش وياهم. هذه الالوكاسيا جميلة حلوة، يسمونها سيلفر دراجون، في دارك دراجون، في بلاك دراجون، في بلاك فيلفت، في يعني هذا الالوكاسيا اللي كذي. نشوف حتى ورقها يابس، هي طبيعتها كذي، مو نفس هذيل، مو نفس هذيل، هذا كنا كرتون يابس حلو وجميل. وهذا لقيت فيها طبعا انت يا شبك يا قاتل من تحت، اللي هو الخام اللي يلفونه على الجذور. بطلتها شلتها وهذا، ولقيت داخل فيها كذلك عيالها كاهم، هذيل العيال. قلت يلا خلكم يم امكم. حطيتها بحوض حوض فخار، والتربه اللي تتنفس دائما، وحافظ على نشفان السقي، نشفان التربه قبل السقي، وان شاء الله ان هي تشد حيلها. للامانه هذيل كانوا عندي تقريبا 4 حبات، تمت هذه للأسف، يعني الحمد لله، قصدي تمت الحمد لله، تمت هذه. وشوفوا هذلاك الباجي انتهوا خلصوا، تمت واحدة بس، خلنا أوريكم شنو بقى منها. بس أصدقائي شوفوا الحجم، شوفوا الجمال، شوفوا الحجم الورقة، شوفوا الشكل. وايد زعلت والله، يعني وهم أنا تأخرت، يعني خلاص عايشه، يعني فهمنا لما تجيبين النبته بطليها من حوضها، شيلي عنها الاشياء اللي تسبب التوقيت. فهذه انا ما لحقت عليها. لقيت فيها طبعا هذا الشبك موجود ماسك عليها، مع ان هي شوفوا نموها، وشوفوا هذه الورقه قاعده تصير شيء تذبل. وشوفوا بعد اصدقائي شوفوا شنو فيها، شوفوا التزهير، شوفوا كل شيء قاعد يطلع وياها، التزهير مالها كله طلع كذي. ولقيت للأسف لقيت ان هذا الجزء الجذور، الجزء اللي تحت منتهي بهذا الشبك، واللي طالع من برا علشان يمسك بالساق معفن. ف يعني ما ادري شنو قاعد يصير، وفيها نمو وفيها كل شيء. ها نشوف فيها نمو، كل هذا قاعد يطلع. وهذا الحين وياكم لان هي تعبانه قاعده، يعني حتى مو شاده نفس هذيل. الحين معاكم بسم الله، خايفه والله عليها، نشيلها لان ما منها فايده. هذه يعني قاعد تاخذ طاقه ومجهود من النبته، وهي حالتها يعني فشلتها. نشيل الباجي منها، اي بواقي منها من الورقة نشيلها. والله هي قاعد تشد حيلها، يعني قاعد تشد حيلها وقاعدة تحاول. يلا راح اخليها بهذا الشكل، يعني هي لغايه الحين نشوف. لا زينه، لا زينه زينه يعني. فانا مو يعني حاطتها لغايه الحين بالماء، هذا من امس
من امس شوفوه لان هي جديده، اكيد تنزل السوائل ملوتها وكل شيء لانها ملامسه الماي، فلونها تغير. راح ابدل لها الماي عقب التصوير ونشوف الماي اللي انا حاطته لها اصدقائي ايش كثر. ما ابي احط وايد، مجرد انه يلامس المكان اللي راح تطلع منه الجذور، ما نبي نترس الجلاس، بس نخلي مكان هذا الجذور. وهي فيها هذه ان شاء الله تطلع، تشوفونها هذه وان شاء الله تطلع، وان شاء الله تطلع جذور. وشكل بحط معاها بوتس يساعدها ان هي تنتعش اكثر واكثر. ما نزعل، راح نسوي كل اللي نقدر عليه، واذا احنا حابينها هالكثر راح ان شاء الله تعيش. مع المجهود مع كل شيء اكيد راح تعيش هي. لما قلت لكم لما ان انا بطلت كل النبات، كل الوكاسيا اللي موجودين عندي كلهم فتشيتهم من التربه، كلهم بدلت لهم تربتهم، شلت تربه المحل حطيت التربه اللي عندي. طالع بحصيله تونس من عيالهم، كل ما بطل الحوض الاقي هذيله ملوتهم، هذيله اللي راح يطلعون النبته الجديده. مثل ما قلت لكم لقيت وايد مجموعة كبيرة، هذيلة تقريبا خلينا نشوفهم، هذيلة يمكن كم حبة، هذيلة أربعة حطتهم هني تجربة. أنا مجربة، مو أنا مجربة، هذا محطيت هذيلة حطتهم هني أربع حبات، مغطيتهم بكلينكس ورش عليهم ماي ومسكرتهم بهذا مال السلطة مال المطاعم كاهو، يعني نقدر نستفيد منه. نسوي لها مكان مسكر وكل شيء، وتحت الجرو لايت حاطته. وعندي مجموعة ثانية أصدقائي وكذلك طلعت بهذيل، هذيل تقريبا كم حبة، خلنا نشوف، خلنا نحطهم هني بالغطاء مال هذا عشان نعدهم. هذيلا حطتهم أنا بكلينكس، وهذيلا الحين بحطهم معاكم بعلبة التجذير. كم واحدة يعني أنا شو راح أسوي؟ راح أحط اثنين اثنين مع بعض يساعدون بعض. فعندي كم؟ اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة 11 حبة، وغير هذيلا الأربعة هني أربعة بخليهم مكانهم، وهني هذيل 11 وحده. فاتمنى ان يكونون يعيشون ويطلعون لي هذيل، اذا دشوا هذيل بسبات راح يطلعون لي هذيل مره ثانيه موجودين، وما له داعي نروح نشتري مره ثانيه، خاصه انهم قاعد يحطون ما ادري شنو. من تجاربي بهذيل هذيل هذيل من تجاربي بهذيل ان انا غرست واحد بسباق نماس وخليته داخل بحوض التجذير، كاهي طلعت هذه، طلعت ورقتين تحت كاهم. تشوفونه كاهو وهو اللي طلع هذيله، يعني ما شاء الله نبتة كاملة والكامل اللم بالجذور بالجذور بكل شيء بالساق. وهم تقريبا ثلاث ورقات قاعد يطلعون، تشوفونهم أصدقائي، هذه فتحت وهذيله قاعدين يفتحون، وكاهو هو وهذا جذوره. فهذيل راح يصيرون معاه بنفس الشكل كذي، راح يصير هو هذا، هو راح يكون هذا المدور هو اللي فوق، وهو شكله كذي كنا عرموطه كنا مثلث يعني زين كاهو، هذا اللي راح اغرسه كذي، وهذا اللي راح يطلع الساق والورقه. فكاهو يعني هذا كان كذي صار كذي، كاهو واضح. بعدين راح يصير نبتة كاملة إن شاء الله ويطلع لنا بهذا الشكل، راح يطلع بهذا الشكل، راح تكبر الورقة وكل شيء طبعا على حسب النوع
وبعدين راح تصير شيء. انا صار معاي في البولين، صار معاي بنبتة الألوكاسيا بولي، لكن الألوكاسيا بولي بعدها هي شوية صعبة، ما أدري مو سهلة يعني. فهذيلا مثل ما قلت لكم إن أنا راح جذرهم وياكم الحين نشوف، بس راح ننتقل نروح حق المكان الثاني، تعالوا معاي هناك أصدقائي. الحين هذا حوض التجذير اللي راح أحط فيه النباتات اللي أبيها تجذر وأبيها أنقذها أو أي شيء. هذا هو علبة التجذير، راح يكون مسكر، وتحت الجرو لايت راح يكون. فما شاء الله عندي وايد نباتات إنقاذ وتجذير وكل شيء. اللي وريتكم إياها هذه هي الألوكاسيا، كانت موجودة هني، طلعتها لكم تشوفونها كاهي. فالحين بردها مكانها، بردها مكانها كهي بهذا الشكل، وراح احط اللي انا المجموعة اللي طلعت فيها من الألوكاسيا، هذي العيال الألوكاسيا راح احطهم، ما راح اخليهم بحواض بروحهم، لان يعني افضل ان يكونون مع غيرهم افضل. كذي بهذا الشكل، كذي قاعد احطهم بهذا الشكل، كذي قاعد احطهم. هذا البوز هو اللي تحت، والمدور فوق اخلي ثنتين بحوض مع هذيله يساعدون بعض. نشوف لنا مكان ثاني. هذا كاهي، حطيت هذه واحدة أغرسها على قد ما أقدر. هم هني جاهزين، ونحط واحدة ثانية هني أصدقائي كاهي بهذا الشكل. وهو لأن الحوض هذا راح يكون مسكر محافظ على الرطوبة تحت الجروليت، فراح يكون يعني أنا وايد استفدت منه، وايد طلعت منه نباتات، ما قمت أروح المشاتل ما قمت أروح أشتري، لأن عندي الإنقاذ، عندي كل شيء. فيطلعون تطلع عندي نباتات، والحمد لله بيتي متروس من النباتات اللي أنا أنقذتها أو ساعدتها أو جذرتها. هذه ايش اسمك انت يا هذه بيغونيا، كاهل بيغونيا راح احطها مع البيغونيا هني، احط معاها واحده ثانيه. البوز لي تحت بهذا الشكل. باجي عندي اخر ثنتين، نشوف من الحوض اللي فاضي. حطيت عددهم قليل لان خلصوا، وما عندي قلاصات كذي قطيتهم، فالحين ما يخالف، ما عندي مشكله احطهم مع بعض. لما يشدون ويطلعون ديك الساعه افصل، وهم يستفيدون مع بعض. حطيتها بهذا الشكل، كل حوض فيه ثنتين وبس. الحين شذي تمام. نشوف هذه الجميلة ما شاء الله قاعد تكبر، هذه الحين محتاجة انها تروح حق تربة، بس مو موضوعنا اليوم. هنشوف الجمال هذيلا، يعني الحين قاعدين بحالة مؤقتة كاهو، قاعدة اسكر شذي وينزل ويروحون أسفل أسفل الرف مع تحوشهم إضاءة جرولايت، والإضاءة الجرولايت تقدر أن هي تعيشهم. ونشيك عليهم، أنا أشيك عليهم بين فترة وثانية يشدون يكبرون، لأن مثل ما شفتوا أنه كلهم قاعدين يكبرون. ونكمل الفيديو مع بعض. إذا بتتكلم عن التربة، إذا مثل ما قلت لكم التربة هي تحتاج التربة العادية
اللي نروح ناخذها من المحل نقول له عطنا تربه نباتات داخليه في حوض، وهو راح يعطينا اياها التربه تكون هذه هي الجاهزه، نضيف عليها بيرلايت اللي هو البيرلايت اللي لونه ابيض عشان انه يعطي تهويه حق الجذور وكل شيء، خلي التربه تتنفس. هذا هم التربه اللي انا اعتمدها حق كل نباتاتي اللي تشوفونهم. ونبته الالوكاسيا من ناحيه السقي تحب نشفان التربه التام، هذا في بيتي، انتم شوفوا عندكم في بيتكم متعاد تنشف تربتهم وتسقونها. انا تنشف عندي التربه 1 بالشهر و15 بالشهر، واذا كانت النبته كبيره تنشف التربه عندها 1 بالشهر. يعني هذيلا انا اسقيهم 1 و15 لان حجمهم صغير، والالوكاسيا اذن الفيل لانها كبيره اسقيها 1 بالشهر. هذيلا الصغار كلهم 1 و15 تكون التربه ناشفه تماما. واستخدام المغذي معاهم، لما اشوف انها تطلع ورقه جديده، لما اشوفها تطلع ورقه جديده اقوم اعطيها مغذي. استمروا هذيلا صار موعد السقي وما طلعت، يعني بس هذيلا هم ما طلع جديد، خلاص اسقيها بس ماي. الموعد الثاني مال السقي اشوف انها هي بطلع ورقه جديده اعطيتها مغذي. الموعد اللي وراه ما فيها شيء اعطيتها بس ماي. هذا بالنسبة حق المغذي. والمغذي اللي أنا استعمله أنتم كلكم تعرفونه اللي هو MBK المتعادل 20-20-20، قاعد أعطيه حق كل نباتاتي. وعندي بوكن هم متعادل مكتوب عليه حق النباتات الورقية الخضراء، هو اللي أنا استعمله حق كل نباتاتي. إذا خلص عندي البوكن ماكو موجود، مو موجود بالسوق، يقولوا لي تعالي بعد شهرين، تعالي بعد شهر، نباتاتي الحين تبي تشرب مغذي شو اسوي؟ اروح استعمل ال MBK. طبعا مثل ما انتم عارفين ان الاضاءه في بيتي كلها اضاءه صناعيه اضاءه البيت، ما عندي اضاءه شمس، وحاطه لهم هم طبعا بالارفف وانا حاطه بالرف اضاءه، فهم تحت الاضاءه على طول، او نتحوشهم اضاءه البيت، او اذا هم مو بالرف لازم تحوشهم اضاءه على إضاءة البيت. ما عندي شمس، أنا ما عندي شمس، فكل نباتاتي على إضاءة البيت. بالنسبة حق الحشرات، الألوكاسيا تحب الحشرات والحشرات يحبونها. لكن اليوم أنا انصدمت بهذه صدمتني. كنت قاعدة أرش وقاية حق من الحشرات، يعني قلت انه من زمان ما رشيتهم، خلنا اشوفهم، خلنا اتابع موضوعهم. كان الاقي شيء ما ادري شنو هو كذي، يعني شيء حط لصقت عيني شيء، ولا اشوف شيء كذي قاعد يمشي عليها، اطالع هني وما يبين، ما يبين الا لما، وانا يعني شنو كنت انا قاعده ارش وهي كانت قريبه مني، مو انا اللي حاطه عيني، لا كانت شيء قريبه يعني، فلجحت شيء يمشي عليها. قلت انت من امتى موجود؟ شنو انت؟ ورشها. طبعا انا وايد حابه زيت، خلطه زيت النيم، وخلطه زيت النيم انا وايد سويت فيها فيديوهات، رشيتها وهذا يعني الحمد لله زينه، وضعها ممتاز. بس ان الالوكاسيا يعني اذا احنا ما سوينا الحمايه والوقايه من الحشرات، راح اغلب الحشرات راح يتجمعون عليك انت يا الالوكاسيا. وكذي أصدقائي شفنا مع بعض نبتة الألوكاسيا وأنواعها في مجموعتي. أتمنى لكم متابعة ممتعة، ويوم سعيد، باي.